نفس الناس، نفس الضيوف، نفس العلماء، حتى فضيلة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله تعالى ألقى المحاضرة السنة اللي فات قبلي. والرئيس أيضا، نفس رئيس الجلسة حفظكم الله تعالى أيها السادة. وهذا من سعادتي، جو الصفاء، الجو الروحي والوجوه الطيبة. أدعو الله تعالى أن يديم هذا النعمة في الدلقاوية، التركة الدلقاوية البصيرية إن شاء الله تعالى. فأنا أدخل صلب الموضوع على طول. موضوعي الجوانب المشتركة بين الطريقتين الجسية والنظامية والطريقة التلقائية البصيرية. وطبعا الطريقة الجسية تنتسب إلى مولانا العلامة معين الدين جسي البيري رحمه الله تعالى، الذي جاء وأكرم الهند بوجوده المسعود وأسلم عليه أكثر من 10 ملايين، وشهرته واسع الأطراف، وسمى الحنادكة والمسلمون في الهند إنما هو سلطان الهند رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أنا أتكلم عن اسم الجسية. هذه الكلمة تنسب إلى قرية جست الموجودة في أفغانستان. فالولي الصالح اسمه الكريم العلامة سيدنا أبو إسحاق الجستي رحمه الله تعالى، فولد في هذه القرية، وبعد ذلك اشتهر باسم هذه القرية، وبعد ذلك إنما نسمع هذه الكلمة على يد الأولياء الصالحين، على يد أصحاب هذه الطريقة الجستية رحمه الله تعالى. وأيضا في هذه الطريقة الشخصيات البارزة، فعلى سبيل المثال العلامة فريد الدين كنشكر رحمه الله تعالى، وأيضا العلامة سيدنا قطب الدين بختياري كاكي رحمه الله تعالى، وأيضا الشخصية البارزة المعروفة جدا في الهند والكثير من الناس بصرف النظر عن الإرق والجنس واللون يحضرون هذا الذبيح، هو محبوب الله، هو محبوب بين الناس، العلامة خواجة محبوب إله نظام الدين أولياء رحمه الله تعالى، والشخصيات الكثيرة. وأيضا الشيخ داعي الأمة الشيخ محمد كرمشة الأزهري رحمه الله تعالى، الذي أسس دار العلوم المحمدية الغوصية، كما أشار إلى هذه الحقيقة أخونا الحبيب الدكتور أبو الحسن محمد الشاه، وعمل في مجال النشر الإسلامي، وأيضا خدم الإنسانية، ولا يحتاج إلى التعرف، لأننا كثيرا من الباحثين قد أودعوا تمام الوضوح إلى هذه الشخصية، وهو شيخي ومرشدي الروحي. أدعو الله تعالى أن يرفع درجاته في أعلى الليجين، وأن يوفقنا للاستفادة بفيده الروحي إن شاء الله تعالى. والطريقة الجسية كما ذكره دكتور أبو الحسن محمد الشاه حفظه الله تعالى، الشيخ محمد كرم شاه الأزهري من الأسرة القرشية الأسدية الحاشمية، وأول شخص في هذه الأسرة سيدنا هوار بن أسود رضي الله تعالى عنه وارضاه، إنه أسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكرم بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك حقيقة أخرى ينبغي الإشارة إليها، وهذه الحقيقة أن تلك الأسرة حكمت شبه القارة الهند باكستانية قرابة القرنين الثالث والرابع من الهجرة. لماذا؟ وهذا بسبب الصفات المميزة التي كانت مفطورة فيها من العلم والحكمة والشجاعة، مما جعلهم مخلصين لنشر الوعي الإسلامي. ويرجع أصل الأسرة الحاكمة في المنصورة ببلاد السند إلى صحابي جليل يسمى هبار بن أسود، أحد أفراد قبيلة بني أسد المتفرعة من قبيلة قريش الكبيرة،
وتمكن من الحكومة الإسلامية العربية في سبيل الهند باكستانية المنذر بن جبير الغباري الأسدي الذي كان حاكما على مدينة بغداد. في عهد حكم بن عمان الكلبي الغالي الأموي على دار السند، وبعد زيادة نفوذ المنذر بن جبير وأسرته في الحكومة وبانتصار فضله وعدله، أقبل الناس عليهم معترفين بحكمهم لكونه ضمانا للرفاهية والفلاح بكل الأنواع والأشكال. وقد ظهر من هذا أن هذه الأسرة نشرت المحبة، الأخوة، والعدل، والعلم، والشجاعة، والضمان لجميع الناس بصرف النظر عن الأديان أيا كانت ديانتهم، يهودية، مسيحية، هندوسية. فأي شخص يأتي إلى هذه الأسرة وقد أكرم بسبب حضور هذه الأسرة، وهذا الصفات المميزة التي نراها في هذه الأسرة القرشية الأسدية. الآن نتوجه إلى الطريقة الدرقاوية البصيرية، وحضراتكم تعرفون أكثر من ذلك، ولكن أشير أن الطريقة الدرقاوية البصيرية من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن الطريقة التي أسسها أصيل إبراهيم أصيل بصير رحمه الله تعالى ونشر العلم والفضل والمحبة والعلم والأدب والأخلاق والسلوك وغيرها من التصرف بجميع الأنواع والأشكال. والجانب المشترك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. إننا الطريقة الدرقاوية تشبهت من الطريقة الدرقاوية البصيرية، والطريقة التشيعية تشبهت من الطريقة الدرقاوية البصيرية، وبالعكس ذلك. وصفات مميزة في هذه الطريقتين: التركيز على عقيدة التوحيد، الله واحد لا شريك له في ملكه في ذاته وفي صفاته، في الجانب المشترك. والشيء الثاني التركيز على حب الرسول عليه الصلاة والسلام، التركيز كما قال الشيخ محمد جامشة الأزهري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه ضياء النبي، وقال: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نقطة مركزية يدور حولها العالم في الاسترشاد به والاستفادة منه في سبيل الحياة. وقال وأضاف قائلا: يا سلطان الأجملين في العالم، يا ملك السلاطين في الكون، حذر العبد المسكين خالي الوفاة، ينهل من صدقات حسنك وجمالك، ويسعى سعيا جميلا بتقديم هدية متواضعة بسورة الكتاب، في سورة هذا الكتاب بكل اعتراف بعجزه وتقصيره. سيدي يا رسول الله، أكرمني بقبول هذه الهدية، وشرفني بأن أكون ممتثلا لكل الأوامر التي صدرت من ذاتك الشريف، وعززني من جنابك الكريم بمنح الثروة الروحية الأبدية. وقال ناقلا أشعار السيد الشاب ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى من كتابه قصيدة أتب النغم: وصلى الله عليك يا خير خلقه، ويا خير مأمول، ويا خير واهب، ويا خير من يرجى لكشف رضيته، ومن جوده قد فاق جود السحائب، وأجود خلق الله صدرا ونائلا، وأجود خلق الله صدرا ونائلا، وابسطهم كفى على كل طالب. وأيضا إننا نبدأ يومنا في باكستان في دار العلوم المحمدية الغوصية بقراءة مديح البردة الذي كتبها الشاعر الإمام البصري رحمه الله تعالى. كل يوم نبدأ هذه القصيدة التي تتركز في حب الرسول عليه الصلاة والسلام: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وإننا نتغنى هذه الأشعار بالحب والإحسان.
إننا نقول وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو غشفا من الديان. فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك إليه. ونبدأ أيامنا بمديحة الوطن. وأيضا في طريقتنا بعض الأوراد الورد دلال الخيرات صاحب دلال الخيرات أبو عبد الله محمد بن سليمان يعزولي رحمه الله تعالى المغرب. وإننا نحب بكل حب وتقدير وجلال ولا كلام وليس هناك راي آخر. إنما نقرا هذا البيوت كل يوم. فشيخنا يوسف فشيخنا يعطي هذه الأوراد لكل مريد ولكل من جاء إليه. فشيخنا سيدي ومرشدي الروحي الشيخ محمد أمين حسن عاشر حفظه الله تعالى هو مركز الحب بين المريدين. هو محور العناية الإلهية بين باكستان وخارجها وبين الحلقات التي تأتي إليه ويريدون أن يتعلموا منه حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نرى الدموع تظهر من عينيه. ولذلك قال بعض المشايخ ما هي العلامة للحب الصادق؟ ما هي العلامة للحب الصادق؟ فأجيب الحب الصادق عندما ذكر الحبيب فبدا يبكي العاشق. فهذا هو الحب الصادق وهذه العلامة. وكذلك نرى هذه الظاهرة في الطريقة الدرقابية البسيمية تركيزهم على حب الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما يركزون جميع قواهم على حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الثاني في التركيز القدسية هو حب آل الرسول رضوان الله عليهم أجمعين عاملا على قول الله تعالى وعاملا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان لا يكتمل إلا بحب أهل البيت. حتى إنما نذكر هذا الحب في الصلاة. صلاتنا لا تكتمل عندما نذكر آل الرسول عليه الصلاة والسلام فصلاتنا تكتمل. أي شخص ويقول معاذ الله أنا لا أحب آل الرسول أنا أقول له كيف تكتمل صلاتكم؟ لو تريد أن تكمل صلاتك فواجب عليكم أن تذكر آل الرسول عليه الصلاة والسلام. أولئك القوم إن عدوا وإن ذكروا أولئك القوم إن عدوا وإن ذكروا ومن سواهم فله غير معدود. هؤلاء الجماعة الطريقة الجسية تركز على حب أهل البيت. وكذلك نرى هذا الأثر وهذه العلامات في الطريقة الدرقابية المسيحية. وأيضا إنما هم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الظاهرة جمعتنا في هذه الجلسة الكريمة. أدعو الله تعالى أن يجمع بهذه الظاهرة تحت لواء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك شيء آخر سلسلة المدارس في الطريقة الجسية النظامية يأتي إليه الطلاب من جميع أنحاء باكستان وخارجها. وأيضا سلسلة المدارس في الطريقة الدرقابية البصيرية يأتي الطلاب إليها ويدرسون وينحلون من هذا المنهج الصافي. وأيضا هناك جانب مشترك بين طريقتين أخذ مجالس الذكر للمريدين لتزكية القلوب وإلقاء النور الإلهي من الشيخ. فشيخنا
سيدي ومرشدي الشيخ محمد الأمين محمد أمين الحسناتشا حفظه الله تعالى وأعطاه الله بقاءه بتمام الصحة والعافية يعقد مجالس الذكر للمريدين وللعلماء وللطلاب وللقاصدين إليه. لماذا؟ لأن هذه المجالس تطهر القلوب وتقربهم إلى الله تعالى وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك نرى هذه الصفة عند الدرقابية الطريقة الدرقابية المصيرية. وكذلك أيضا الاهتمام بأسانيد الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. عندما نقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم ومن الكتب الأخرى فشيخنا كان يعطينا الإجازة إجازة الحديث كما يعرف تماما أكثر من ذلك فضيلة الدكتور شيخ أسامة رفاعي. ما هي أهمية الإجازة؟ الوهابية ليست لهم إجازة ولا أسانيد، إنما هم يرون الأحاديث دون ذكر الأسانيد. ولذلك قال لولا الأسانيد لا فائدة في ذكر الأحاديث. الأسانيد إنما هو سلسلة من سلاسل الذهبية، عندما نذكرها فعندما نلتحق بها ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلينا عن طريق هذه السلسلة الذهبية. وفيض النبوة فيض الجمال المحمدي لا يصل إلينا إلا عن طريق المحدثين. ولذلك نهتم بهذه الأحاديث أسانيد الأحاديث. فشيخنا كان يهتم كثيرا وأيضا شيخنا هو يهتم بذكر هذه الأسانيد. وكذلك نرى هذه الظاهرة عند الطريقة الدرقابية المصيرية. شيء آخر، الطريقة التشية تمسكت بالكتاب والسنة وأخذت بالتراث الإسلامي، ولكن لا تتوقف عند هذا الأخذ بل استفادت من العلوم العصرية، من العلوم علم الفيزياء وعلوم أخرى التي يحتاجها الإنسانية في هذا الوقت. وكذلك أيضا هناك آية قرآنية قال الله تعالى رب زدني علما. الإنسان دائما يحتاج إلى المستجدات والمستحدثات، وقال الله تعالى كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى يظهر في كل حين في كل لحظة في كل ثانية شأنه، فكيف نتفرغ نتعرف على هذه الشؤون؟ فكيف نعرف هذه الكيفيات هذه اللحظات هذه العلوم هذه المستجدات؟ فعلمنا سبحانه وتعالى قل ربي زدني علما. والمستجدات والمستحدثات إنما نأخذها، واهتمت الطريقة الجسدية بالاستفادة من العلوم العصرية. وكذلك نرى هذه الحقيقة عند الطريقة الدرقابية المصيرية. هناك شيء آخر، العمل في مجال السياسة شيء مهم جدا. لولا دخول رجال السياسة رجال الدين في مجال السياسة فيأتي رجال فاسدون ويدمرون العباد والبلاد. فإن كان هناك رجل دين يعرف السياسة وأشار إليه العلماء القدامى وإشارات أخرى في الكتاب معروف جدا الأحكام السلطانية للإمام الماوردي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. لو يكون هناك رجل دين يعرف السياسة وجب عليهم أن يدخل مجال السياسة فيعلم الدين لجميع الطبقات، لأن المجتمع يتكون من طبقات مختلفة، طبقات السياسة، طبقات التجار، طبقات أهل العلم، طبقات أهل الزراعة، فكلهم يحتاجون لدعوة.
السياسة نشر الفكر المعتدل، هذه السياسة. وكذلك نرى هذه الظاهرة عند التركة القادمة المسيرية. هناك شيء آخر مهم جدا، استقرار الأمن والسلام في باكستان. حقيقة حقيقة بسبب أهل التصوف، لولا أهل التصوف فهناك طالبان، فهناك فكر داعش، فهناك السلفية الوهابية المتشددة المتسمتة المتعنتة. نشروا أفكارهم الفاسدة. حتى إنما قتلوا الأولياء الصالحين وأخرجوا الأجساد المباركة من قبورهم وانتهكوا وعلقوا في الأسواق. هذا هي الإسلام؟ لا. الإسلام تكريم الإنسان كما قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذه حقيقة أخرى. إنما أهل التصوف يكرم الإنسان، لا بل يكرم الإنسان ذاته، بل يكرم مشاعر الإنسان، الأحاسيس التي خفية للناس، المشاعر الموجودة في القلوب. لا يمكن لي أن أحس، ولكن الصوفية يشعرون بهذه الأحاسيس ويكرم هذه الأحاسيس. فالوهابية أدخلوا العقائد الفاسدة هنا، ولكن الحمد لله إنما شيخنا ومرشدنا عمل في هذا المجال وجاهد في اقتلاع الجذور الإرهابية من باكستان. لولا الطرق الصوفية لسال الدماء في الأحياء باكستان، ولكن الحمد لله الطرق الصوفية قد أنقذت باكستان، خاصة التركة الجسية إنما دخلت. فالاستقرار والأمن يرجعان إلى التركة الجسية، والسلام ألف سلام، والتحية كل التحية لشيخي ومرشدي الشيخ محمد أمين حسن أرشد. حاول بكل حب وإخلاص لإنقاذ باكستان. وكذلك نرى هذه الظاهرة، الأمن والاستقرار يرجعان إلى دور أهل التصوف، خاصة الطريقة القادية المسيرية، لأن هذه الطريقة تنشر الأفكار الصحيحة، الأفكار المعتدلة، القرآن والحديث في سياقهما الصحيح، وتنشر المحبة والأخوة والسلام لكل من يأتي إليها. هناك شيء آخر أنا لا أطيل عليكم، ولكن الطريقة الجسية اهتمت بنشر الكتب الصوفية والاهتمام الخاص بطبع المجلات والمجلة الخاصة بآي حرم منذ السبعينيات. قد بدأ شيخنا داعي الله الشيخ محمد كرم شاه الأزهري رحمه الله تعالى قد أكرم بنوت من الامتياز، من مصر سنة 1992. وأيضا قد أكرمت الحكومات الأخرى اعترافا بخدماته الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. فمجلة داعي حرم الآن تخدم أهل باكستان في تبليغ الأفكار الصحيحة من الكتاب والسنة ومن الكتب القدامى، الحمد لله على ذلك. وأيضا نرى هذه الحقيقة عند التركة القاضية البصيرية، إنما تنشر الكتب الصوفية والمجلات. هناك اهتمام استخدام الصحافة والإعلام والإنترنت، هذه ظاهرة مهمة جدا في هذا الوقت. لو شخص لا يهتم بالإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الممكن شبابنا جميل إلى الأفكار المتشددة، فعلينا أن نتوجه أكثر من ذلك إلى هذه الظاهرة، استخدام الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله طريقتنا الجسدية اهتمت بهذه الظاهرة. وكذلك
نرى هذه الحقيقة عند التركة الإرقامية البصيرية. هناك شيء مهم جدا، مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية. كما كتب عن هذه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في العرب، وكذلك الإمام شاطبي الله المحدث دهلوي رحمه الله تعالى في شبه الفارين الباكستانية في كتابه حجة الله البالغة. مهم جدا. عندما كنا طلبة الآن، طلبة الحمد لله وشاطبي موجود، القواعد الخمسة في القواعد الفقهية ومنها القاعدة العادة محكمة وإنما الأمور بمقاصدها وهكذا. عندما يفتي الفقيه الفتوى فهو يفتي الفتوى على هذه القواعد الخمسة المهمة، وبعد ذلك يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ النسل والمال والعرض والعقل والدين. فالطريقة الإقليسية راعت مقاصد الشريعة الإسلامية، وكذلك نرى هذه الحقيقة عند الطريقة الإرقامية البصيرية. هناك الحقيقة التدرج أو التدريج في نشر الأفكار المعتدلة. بعض الناس يسرعون في الأمور، لا، بل تدرج مهلا لكي نبلغ الأفكار الصحيحة إلى الناس. أولا يأتي الناس إلى شيخنا، فالشيخ هو يفهم طبيعته، السيكولوجية الإنسانية، ما هي الطبيعة، وبعد يزيل الأفكار الخاطئة ويأخذ من قلبه الفساد، ثم يلقي نور الله تعالى في قلبه. وهذه مهمة الصوفية. والطريقة القدسية النظامية اهتمت بهذه التربية الروحية، وكذلك نرى هذه الطريقة أو هذه الحقيقة عند تلك الرقابية البصيرية. فالشيء الأخير ونختم إن شاء الله، فشعار طريقة القدسية النظامية هو رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخنا قد كتبت هذه الآية على باب دار العلوم، ورفعنا لك ذكرك. فمهمة الطريقة رفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل زمان وفي كل مكان في كل قلب عند